في ناس كده بتطلع بأفكار جديدة مختلفة، لماعة لامعة، سميها زي ما تسميها، المهم إن هم بيبقوا طول الوقت مفكرين خارج الصندوق. تلاقي مثلا كتير جدا شبان في مصر بيقعدوا يفكروا في طرق مختلفة لمسألة الترويج السياحي، وبالمناسبة الشبان دول ما بيبقوش عايزين أي حاجة خالص على الإطلاق غير إن البلد دي تطلع لقدام. يقعدوا يفكروا في طريقة كده وطريقة يمين وطريقة شمال، طب ده أنا هعمل كذا، طب ده أنا أسافر هناك، مش عارف أبتكر حاجة، أعمل حاجة على السوشيال ميديا إلخ. منهم على سبيل المثال، وأنا بيعجبوني أوي العيال دي بصراحة، مش الأولاد والشبان والرجال والبنات والسيدات الفضليات دول، عشان في ناس تزعل لما أقول عيال، أنا بقول عيال دي لأنه جزء من لغتنا. المهم، الشاب المصري الرائع اللي أحكي لكم عليه خد بعضه وسافر على قطر مخصوص علشان يعمل دعوة لجمهور المونديال لزيارة مصر، بتيشرت عليه Follow me to Egypt، اتبعني إلى مصر، بس كده. شوف الفكرة بمنتهى البساطة، ويتحرك ويروح وبيجي Follow me to Egypt. الحقيقة إنه تقريبا كل جماهير المونديال بقوا بيلتفتوا إليه، والكل بيبص على هذا الشاب الذي يرتدي هذا التيشيرت اللي مكتوب عليه اتبعني إلى مصر Follow me to Egypt. بص هو متصور عند قطر، عند اللوحة اللي مكتوب عليها قطر 2022، واقف قدام الاستاد أو الملعب اللي بتقام عليه المباريات، حاجة عظمة جدا. طيب الشاب المصري الرائع رام محمد، ازيك يا رام؟ رام محمد ماضي. رام محمد ماضي، أول سؤال، أيوة. عندك كم سنة يا رام؟ عندي 35. حلو جدا، انت مين اللي سماك رام؟ كل ده غير المبادره بتاعتك. اكبر من عيال بشويه. لا اكبر من عيال، خد بالك يعني. انا بقول على اصحابي العيال اصحابي. انا حبيت اوعى والنبي تتضايق، ولو متضايق حقك عليا. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، يا رب. لا حبيبي. يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت مين؟ ده انا متابع ومحب لحضرتك. يا بختي يا بختي، ولا حضرتك ولا حاجه، يوسف على طول، مفيش حضرتك. أخوي. ايوه قرب، الله يخليك. حبيبي، قول لي مين اللي سماك رام؟ حبيبي، مين اللي سماك؟ والدي الله يرحمه. الوالد الله يرحمه. ايه اللي خلاه افكر في الاسم ده؟ الاسم ده قبل كتير من الفيلم الشهير بتاع يوسف شاهين. هو كان ليه صديق اسمه كده، الله يرحم الجميع يا رب في الخير. كان ليه صديق بس، الله يرحمه. الله يرحمه. صديقي العزيز رام محمد ماضي، انت ايه اللي خلاك فكرت انك تطلع على قطر وتلبس التيشيرت وفولو مي تو ايجيبت؟ يعني الفكره جت في دماغك ازاي؟ احكيها لي من طقطق لسلام عليكم. زي الفل. الفكره جت من حوالي 3 شهور، من اول ما ابتديت احجز يعني تيكتات المونديال، وبدات التيكت المونديال تبقى متاحه، ففكرت ان انتهز الفرصه باي شكل من الاشكال. وانا شايف، انا شغال في السياحه عامه، عندي كامب في دهب يعني. ما شاء الله، يعني عندي في المجال السياحي. لا هنجيلك يا باشا، هنجيلك. فشاهدت اصلا حبيبي، تنور على راسي. ربنا يخليك، انا اتشرف. على راسي، اشيلك فوق راسي. ربنا يخليك. فكرت، انا شاهدت الفتره اللي فاتت يعني التطور في المجال السياحي وفي الافواج اللي جايه الفتره اللي فاتت، يعني الحمد لله في ازدهار في السياحه. حلو. فليه مش عايزين اكتر؟ لا، انا عايز اكتر. احنا مصر عايزه اكتر من ناحيه السياحه. احنا مصر تستحق ان هي تبقى وجهه من الوجهات الاولى في السياحه. فليه يعني بصفتي انا مسافر، يعني بحب السفر من زمان، بقالي 16 سنه بسافر. ليه مش كل واحد يسافر يعمل حاجه بسيطه، ممكن تعمل شبه ما انا عملت كده، ممكن تاثر في اللي حواليه. ليه ما اعملش كده؟ فجا في دماغي، قلت ممكن لو عملت يافطه في ماتش ما تدخلش، حاجات اللي هو الحاجات الكبيره لا مش هيسمحوا بيها، عشان عارف انا الحاجات بتاعت كاس العالم والايفنتات الكبيره ما بيسمحوش بالحاجات. حلو. فقلت خليها تيشرت ابدا بيه. ها، ابدا بيه وعمم الفكره للجاليه. انا عارف ان الجاليه هنا كبيره، يعني 150,000 واحد. صحيح. فانا ليه ما اجيش الاول بكده،
واعمل كده وبعد كده انزلهم على السوشيال ميديا عشان عندي فولورز وكده، اقول لهم يا جماعه اللي حابب يشارك بنفس الفكره اهلا وسهلا، ونعمل جروب ونمشي في الفعاليات، ونبقى احنا كمصريين كل واحد سفير، انتوا 150 الف نبقى 150 الف سفير في الفعاليات. حلو. فحبيت اعمل كده. طب قولي وردود الافعال بقى، يعني لقيت انه في اقبال من الجاليه ان هم برضو يمشوا معاك في نفس السكه وينفذوا كتير نفس كتير 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 كتير. عملنا جروب على الواتساب وخدوا الديزاين، حلو، بعته لناس كتير، يعني عملنا جروب كل المهتم ادخلوا يا جماعه الجروب ده بتاع الواتساب، المهتم ياخد الديزاين وانا اعمله اطباعه وانزل. عايزني اساعدك في الطباعه يلا بينا. يعني كل واحد، لقيت ناس كتير ماشيه الايام اللي فاتت دي، ناس كتير ماشيه بتيشيرت وناس بتصور وتقول لي بص انا صورت بيه وكده. حلو قوي. طب قول لي والجماعه بقى الاجانب اللي موجودين هناك في الدوحه لفت نظرهم الموضوع اللي انت عامله ده ولا لا؟ بالظبط بالظبط، وهو ده اللي خلاني مبسوط ان في ثمره يعني اللي انا عملته، ان هو الناس بتسال طب انت طالما انت مش مشارك في فعاليات كاس العالم او فريقك مش موجود هنا، هو مصر موجوده؟ اقول له لا. طب انتوا موجودين هنا بتعملوا ايه؟ انا معايا بلوجر برضو وهي واقفه جنبي اسمها فاطمه عبد الكريم، احنا الاثنين شغالين على بننزل في الايفنتات وفي الحاجات دي. الناس تسال هو انتوا طيب مصر مش نعم؟ بقول لك برافو عليكم. الله يخليك. بيسألوا هو مصر مش موجودة طب انتوا موجودين؟ اقول لهم عشان السياحة او عشان مثلا عشان ندعوكم. طب هتدعونا؟ طب في ايه في مصر؟ في ناس كتير ما تعرفش الاماكن السياحية قوي او ما تعرفش كتير عن مصر، فبنبدأ نتكلم معاهم. حلو ده والله، هي فكرة حلوة. وانا غيران الصراحه، انا اقول لحضرتك انا غيران من ايه؟ لان عندنا في وسط الايفنت في وسط الفعاليات في حملات منظمه، يعني حملات ترويجيه لدول شقيقه زي السعوديه، دول شقيقه زي الدوله زي الاردن زي لبنان زي البحرين زي عمان، عاملين حملات سياحيه بتتعرض مثلا على شاشات كبيره وعلى حاجات في دول مش مشاركه زي الاردن، عامله حمله اللي هي زور عمان وزور مش عارف، والسعوديه عامله حمله اسمها روح السعوديه. فانا ليه مصر؟ انا يعني ده غيران، دي غيره مني بس غيره كويسه، ان هو نفسي كان مصر برضه كانت تبقى عامله حمله. هي دي غيره حميده وغيره حلوه يعني محببه. بس هقول لك حاجه، أيوة يعني ايوه كان نفسي. شوف مصر تتحدث عن نفسها برضه يا رام، احنا 150 الف واحد اقوى من اي حمله بصراحه. بالضبط. وبعدين هي مصر بالضبط. اشهر بلد في العالم، اشهر بلد. بالظبط. فهي عجباني. طب انا عايزك بقى اسالك سؤال تطمني كده، اخبار السياحه ايه في دهب وجنوب سيناء؟ الناس بدات تيجي، في اقبال؟ جميلة. الناس سخنانه على السفر ولا ايه؟ هو بشكل كبير عشان الموضوع بتاع ان هو عندهم الطاقه والتدفئه في اوروبا وغيره، ان هم ما بقتش متوفره قوي عندهم الجو الدافئ ووسائل التدفئه، ما بقوش واخدين راحتهم قوي، فبقوا يدوروا البديل ايه؟ ان انا بدل ما اقعد في اوروبا او اقضي فاكيشن في اوروبا، طب ما انا هنزل مصر بالفلوس دي اللي انا هقعد فيها في اوروبا، ده انا اقعد في مصر شهرين بدل ما اقعد شهر. بالظبط. وانزل البحر وانزل اقصص واروح شرم الشيخ واروح دهب واروح طابا واروح نويبع بدل ما يقعد في اوروبا الثلج يعني. صح، عنده حق. فموجود دلوقتي سياحه بشكل كبير قوي، بشكل يعني اكتر من السنين اللي فاتت، يعني انا حضرت السنين اللي فاتت، لا السنه دي الحمد لله، واعتقد بعد مؤتمر المناخ صح الدنيا برضو هتفتح اكتر الصراحه. يعني احنا قلنا اللي هو ايه، احنا مصر بقى احنا هنا والدنيا عندنا زي الفل والدنيا عندنا جو عندنا جميل وعندنا الامان وعندنا كل حاجه، فاحنا مصر احنا طبعا موجودين على الخريطه ومن الاف السنين، بس احنا دلوقتي وفرنا لهم او اعطينا لهم الايمج اللي هو احنا لا احنا تمام والبلد امان والبلد متطوره زي شرم الشيخ. يعني شرم الشيخ دلوقتي زيها زي، يعني انا اهو جيت الدوحه، والله شرم الشيخ انا كنت فيها قبل ما اجي الدوحه، لا شرم الشيخ زيها زي الدوحه وداخله في الحته بتاعت اللي هو ايه
يعني ميكس بين الطبيعه وبين التطور وبين الرقي يعني. لا ولسه اللي جاي احسن بكتير واكبر واكثر ابهارا. بالظبط والله انا متفائل جدا. انا متفائل طول ما البلد فيها ناس زي كرام بصراحه، والله العظيم بامانه شديده يعني. الله يخليك والله. فانت نورتنا وشرفتنا قوي في الدوحه. انا بشكرك. قول. وبشكر كل اللي بيتواصل معايا يعني، بشكر حضرتك اولا والاعلام المصري بانه بيتواصل معايا، وبشكر هنا سياده السفير برضو امبارح، سياده السفير المصري اول امبارح سوري يوم الخميس دعاني في مكتبه ورحب بيا وقال لي والله يعني انا مبسوط انك بتعمل كده، ولو عايز اي حاجه برضو احنا موجودين. وبرضو مساعد وزير السياحه بعت لي على الماسنجر قال لي لو محتاج اي حاجه كلمني. فالناس الصراحه يعني انا ما كنتش متوقع كل ده. خليهم بقى يعملوا ايه؟ يبعتوا لك كيو ار كود بتاع ويب سايت او صفحه رسمي من بتوع الوزاره اللي عليها كل المزارات المهمه بتاعت مصر، تروح انت واخد الكيو ار كود وحطه على صدرك من قدام، فاللي عايز حاجه هيسكان. لا انا بعت لهم حاجه ثانيه بقى. ها بعت لهيئه رئيس هيئه تنشيط السياحه الصبح، قلت له بعد اذنك لو متوفر عندك في مصر ورق برضي بعدد لا باس به عليه، بس تطبعه بس عليه كيو ار كود تحت، يعني حاجه فرعوني وعليها كيو ار كود، وانا هنزل اوزع في الشوارع بنفسي انا والناس اللي معايا. عاش عاش عاش، الله ينور يا رام، اكثر الله من امثالك يا شيخ. انا بشكرك يا رام جدا 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 على اللي انت عامله ومبادرتك، وشرفتنا في الدوحه يا اخي والله العظيم. الف شكر رام محمد ماضي صاحب مبادره Follow Me to Egypt، اتبعني الى مصر، كان يحدثنا من الدوحه.